مساء الخير، مرحبا بكم معنا في نشرة الأخبار للتاسعة مساء. نبتدئ نشرتنا بخبر عاجل، ظهور مرض خطير ومعدي في البلاد التونسية، ويسمى هذا المرض الخطير بالهربة. انتشر هذا المرض حديثا بين بعض من شباب تونس، وقد أقلق عديدا من سكان هذه البلاد. سنمرر لكم بعض الصور والفيديوهات الصادمة. بيان سور كنتو تشوفوا في الفيديو، شفتوا الابداع وشفتوا وك الفن وك السخب وك شيء كبير شيء. انا واحد من الناس فرحان بيكم، فرحان والحمد لله. معناها عنا توانسة هكا بالله العظيم، شيء فرهد على القلب. راكم تطيروا تيرة يا اخي، ما تحشموش على رواحكم، تحسوا فيها حاجه نورمال تعملوا فيها بالحق. معناها واحد تلقاه طوله بتلتوله كان قاعد رايد يجي كركر في روحه. ليه والمشكل فيش؟ يقول لك اللي خارجين كل من فرد مطبع، اطبعوا عدي اطبعوا عدي لصقوا عدي، عرفتها كلها تلقاها محجم، هذه كلها محجمها باللام ولا تركي فيه قتله عاملها كلهم محجمينه بكزاز مخلي. هذا شعطوطه فوق راسه اللي حارقها بالسير وبالسشوار وبك الفازيت اللي يعملوا فيهم هما، قول بروس ميتاليك، وتلقاه ازرق مسكين ضعيف، قول ناقص تغذيه، رتيله مسيبه جراده جراده بالكونتر بلاكيه، حتى يبدا منحي مريول باش يوري بدنه كونتر بلاكيه، مسكين ضعيف ما فهم شيء. وقيت روحه ويبدا يعمل هكا بالله العظيم، اقسم بالله يقول يغسل في الفرج بساقيه، حاله مكربه. والمشكل فيش من بعد قام هبط فيديو وكتب عليها لي غيره منا وانا نعيش وانت احسب وكل الريقه هذيك يا خوي، عليها عامل في روحك هكا؟ عليها بالله عليها عامل في روحك هكا؟ تكي انتوما ماكمش بتاع الشيء هذا، عليه تعملوا فيه خاتيكا مشتيح والريق، حتى العباد اللي تشتي حكيكه خاتيهم، خليه الشيء لما عليه. هبلت روياكم بالاكستا والمخدرات وكل شيء، علاش تقوم من غدوه تلقى روحك كراكوز مهبطينك، شعب ربي الكل يضحكوا عليك، تشعل المناظر مقلبه، طايحين ببعضكم، كل مره طالعين في بلاصه ها ومنا تسحوا وانتوما سخت كجراد، تلاقوا حتى اللي يسمعوا فيكم اللي يعملوا في المزيكا، انت واحد من الناس هاك الجراد هذا اللي يشتح، كان يراك السلمون ولا اي واحد انت يعمل في المزيكا، بالله العظيم يقدم روحه لديعش، اقسم بالله يبطل والدي امه ينتحر. دي مازلة يا سختة برا عاد، خلي مكل بنات يا معلم، خلي هكا الزين والعين الشعر مشاوشت، هكا الذباب تزرق وهكا الكرش مدردرة تقول برميل وحالة، ويبديو فكا دبيس وهي تعفى ساقيها حفيانة. بالله العظيم قلت ارحم رمى مش شتية، دي قعار يا الزين وعملتو العارش هلا مناظر، يحشموا على رواحكم وسخوا عار عاملينو، تشال مارك مقلبة شيخ وافرح واضحك اعمل اللي تحب، ياما عاملين شيء كيكة وتلقاه مهبط سيلفي ولا اون ديريكت وعاملنا هكا، ويعاد في شفيف ويتربق علينا في فمه ويرضى في سوسيت. يا معلم انت علاش عامل في روحك هكا يا اخي؟ راجل انت داركم في بالهم بك راجل ولا ايه؟ احشموا على رواحكم، خليوا الشيء لما عليه. انت عايفتونا في جدبوها تونس، وين تمشي لبلاصه تلقى كان المناظر هذوما. ما فهمتش انا، ما فهمتش طايحين ببعضكم كيفاش عاملين بالحق، كيف عاملين باش تيحوا ببعضكم واشقات الكل، وتلقى مهب الروح وتتوجيت وشتيح ودرا شنو عامل في روحه بالله العظيم، ويبدا عريان وتقول بالاقوى بدن واقوى دونسور واقوى كل شيء. بالله كي تتفرج من غدو ما تضحكش في روحك، يا فرير ويا فريره ولا يا فريزه ولا شتعيطوا لبعضكم، سيبوهم ما عادش تمشي، ما عادش تشتحوا كيكا. بالله العظيم كل واحد ضربه التريسيت يبدو يرعش بكله هكا عامل، عليه عامل يا اخي بالك طرح ركبي واحد كيكا وانرجي وحاله مكربه، حتى المزود وليتوا تشحوا عليها كيكا. يزي فيك وريد وهبت ونان دين عمري، مررتونا كرهتونا في جد امها تونس. ونختموا الفيديو نتاعنا بالتعليق نتاع خونا. سي با بوسيبل، سي ني با بوسيبل، كروي موا سي با بوسيبل، سي كاتاستروفي، سي لا، سي لا، يا العار اسمعوا بي.